بعد ما عرفنا مع بعض المرة اللي فاتت أنواع ومصادر المياه المختلفة اللي ممكن نستخدمها في سقي النباتات، وفهمنا إزاي نقدر نحدد موعد السقي التاني وطرق معرفة نسبة جفاف أو رطوبة التربة قبل إعادة السقي. النهاردة بقى هنتكلم عن أهم موضوع في سلسلة سقي النباتات الداخلية، كيف أسقي نباتاتي، أسقي إزاي، وإيه هي طرق السقي الصحيحة للنباتات الداخلية. وهنجاوب على أكتر سؤال محير العالم كله، أعرف إزاي كمية المياه المناسبة لكل نبات. وكمان هنشوف، يلا نبدأ أحسن، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معكم محمد علي من قناة نباتوبيديا، الموسوعة العربية للنباتات الداخلية. في ثالث حلقة من سلسلة سقي النباتات هنعرف طرق السقي الصحيحة وكمية المياه اللازمة لكل نبات. بس الأول خلينا نحط مع بعض 5 قواعد لسقي النباتات قبل ما نتكلم على طرق السقي الصحيحة للنباتات. انت بتشرب حاجة؟ القاعدة الأولى، لازم ولا بد وجود فتحات تصريف أسفل السندانة المباشرة أو السندانة الداخلية، والمقصود بيها السندانة اللي موجود فيها التربة والنبات. يعني استخدم أي سندانة أنت عايزها، أهم حاجة يكون فيها فتحات تصريف. القاعدة رقم 2، عند السقي يجب التأكد من وصول المية إلى جميع جذور النبات، وده عن طريق تغطية سطح التربة بالماء عند عملية السقي. يعني فكرة استخدام كوباية ولا نص كوباية أصبهم كده على جنب السندانة فكرة غلط تماما. دي حاجة بيسموها شالو ووترينج أو السقي السطحي، واللي فيها مش بيحصل النبات على كمية كافية من المية. المية طبعا ما بتوصلش لقاع السندانة، فبالتالي النبات يبتدي يعمل حاجة غريبة، وهو انه يبتدي يكون الجذور بتاعته في التلت الفوقاني لسطح التربة، وبعد فترة النبات يبتدي يضعف ويبقاش عنده جذور تثبته في التربة، وتلاقي النبتة بدأت تميل لدرجة ان هي باينة ان هي هتطلع برا التربة، وده طبعا لعدم وجود جذور تثبت النبات بطريقة صحيحة داخل السندانة. القاعدة رقم 3، واللي بتتكلم على احتساب كمية المية لكل سندانة، والقاعدة بتقول ان عشان نشبع التربة بالمية عند السقي يبقى لازم نستخدم كمية مية بتساوي ربع وزن التربة. مثال بسيط، 2 كيلو جرام تربة يحتاجوا عشان يتشبعوا تماما بالمية 500 ملي، طبعا ده مع تجاهل وزن السندانة ووزن النبتة. بس حد هيقولي معقول عشان اسقي النباتات بتاعتي هقعد اوزن كل نبتة واقعد احسب المية واشوف الموضوع كبير؟ حل مش عملي صح؟ بس في حل تاني انا هقول لكم عليه وانا بشرح لكم الطرق الصحيحة لسقي النباتات حالا. بس الاول نتكلم على القاعدة رقم 4. قاعدة رقم 4 بتقول ان حجم السندانة يتناسب عكسيا مع عدد مرات السقي، يعني كل ما كبر حجم السندانة قلت عدد مرات السقي مقارنة بالسندانات الصغيرة. وده ليه؟ لان سندانة صغيرة بتساوي كمية تربة قليلة بتساوي احتفاظ بالمية لفترة قصيرة، بمعنى اخر هنحتاج نسقي النبات على فترات قريبة. القاعدة الخامسة، نوع النبات بيحدد طريقة السقي وعدد مرات السقي، لكن ملوش علاقة بكمية المية المستخدمة لكل نبتة. يعني مش معنى ان انا عندي صباريات ان انا بس ارش سطح التربة بشوية مية وخلاص، لا، ما بنتكلمش على كمية المية هنا، بنتكلم ممكن على طريقة السقي وعدد مرات السقي المناسبة لنوع النبات. ودلوقتي بقى بعد ما حطينا الخمس قواعد المهمة لسقي النباتات، خلينا ندخل بسرعة على طرق سقي النباتات الصحيحة، وهقول لكم اكتر طريقة انا بستخدمها وفعالة جدا جدا. في اكتر من طريقة ممكن نعتمد عليها عشان نسقي بيها النباتات، واول طريقة هنبتدي بيها هي طريقة السقي من اسفل او البوتوم ووترينج. والطريقة دي بنضع السندانة اللي فيها التربة داخل وعاء كبير مليان مية، بشرط تكون تربة النبات جافة والسندانة فيها فتحات تصريف، وياريت اكتر من فتحة، وبنترك النبات لمدة 30-40 دقيقة قبل ما نرفعه مرة اخرى. في الفترة دي بنسمح للنبات ان هو يمتص المية الموجودة في الوعاء عن طريق الجذور بتاعته من خلال فتحات التصريف الموجودة اسفل السندانة. الطريقة دي ممكن نستخدمها مع السندانات الصغيرة ومتوسطة الحجم. الطريقة دي مميزاتها بنتجنب مشكلة زيادة السقي، لان النبات بياخد احتياجه فقط، وبنقدر نسقي عدد كبير من النباتات في نفس الوقت، منهدرش كمية كبيرة بالسماد لان السماد موجود في نفس الوعاء اللي بيتم امتصاصه واستخدامه لاكتر من نبتة. لكن طبعا لو عندنا اعداد نباتات كتيرة في المكان هيبقى صعب نستخدم الطريقة، مش عملية شوية، لانها هبتدي اشيل كل النباتات واحطها وارجع ارجعها مكانها تاني، فبتاخد وقت طويل مننا، خاصة ان انا هنتظر 30-40 دقيقة كل مرة هحط نباتات داخل الوعاء. خطورتها طبعا ان انا ممكن انسى النبات لفترة طويلة ويحصل تعفن في الجذور. الطريقة التانية وهي استخدام الرش spray watering. النباتات بتمتص المية عن طريق الجذور الموجودة فين؟ تحت التربة، مش عن طريق الاوراق. كمية المية اللي ممكن النبات يحصل عليها عن طريق الاوراق
صغيرة جدا جدا جدا. فلو اعتمدنا طريقة السقي عن طريق الرش النبات بتاعنا هيجف ويموت فترات قصيرة مش هيطول عندنا. ويجي في الاخر اسئلة من نوعية مع اني مش مكتر السقي خالص لكن النبات بتاعي مات، حضرتك مش بتسقي اصلا، يعني خلاص دي طريقة ما ينفعش نستخدمها؟ افتكر ان احنا قلنا في الاول ان طرق سقي النباتات تختلف على حسب نوع النبات ونوع التربة، فطبعا ممكن نستخدمها في حالة استخدامها لسقي النباتات الموجودة داخل التراريوم. ليه؟ لان التراريوم التربة الموجودة فيه لا تتعدى 5-7-10 سنتي، مع الرش الكويس المية هتوصل جميع جوانب التربة وهتغطي الجذور كلها. وطريقة السقي عن طريق الرش تستخدمها مع النباتات الهوائية، لان النباتات الهوائية زي ما حضراتكم عارفين مش بتعيش في التربة، مش محتاجة تربة عشان تعيش فيها، وملهاش غير جذور هوائية صغيرة جدا، وفي بعض الاحيان كمان الجذور الهوائية ما بتبقاش موجودة، وبتمتص كمية المية كلها عن طريق الاوراق بتاعتها. علشان كده الطريقة دي نقدر نعتمدها في سقي النباتات الهوائية كمان مع التراريوم. الطريقة الثالثة وهي السقي عن طريق الغمر سوكينج، واللي فيها بنغطس النبات بالكامل داخل وعاء مليان بالمية لفترة 5-10 ثواني وبعد كده بنطلعه على طول. والطريقة دي برضو بتنفع مع السندانات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لانها طريقة سريعة في وصول المية للجذور مرة واحدة، بنستخدمها غالبا مع النباتات اللي نسيناها بدأ يحصل ذبول في الاوراق والتربة جفت تماما، فبنديها دفعة مية كبيرة مرة واحدة. انا بستخدمها مع نوعين من النباتات، نباتات الاوركيد عشان التربة بتاعتها عبارة عن لحق اشجار وبالتالي مش هتحبس مية كبيرة لما بغطسها، والنباتات التانية هي برضو النباتات الهوائية عن طريق الرش زي الطريقة السابقة او عن طريق الغمر في مية. الطريقة الرابعة وهي طريقة السقي العميق Deep Watering، ودي أكتر طريقة أنا بفضلها شخصيا وبستعملها بقالي أكتر من 5 سنين، واللي فيها بسقي النبات بكمية مية بحيث إن أنا بغرق التربة كلها واستنى لحد لما المية كلها تخرج من فتحات التصريف الموجودة أسفل السندانة. ده معناه إيه؟ معناها إن أنا ما ينفعش أستخدم الطريقة دي لو السندانة عندي ما فيهاش فتحات تصريف. طب ليه دي أفضل طريقة بالنسبة لي؟ بنفع أستخدمها مع جميع أنواع النباتات حتى النباتات الصبريات والعصريات، بضمن وصول المية لجميع جذور النباتات، مش محتاج ان انا اسقي النباتات على فترات متقاربة لان انا شبعت التربة بالمية، بتحفز النبات لانتاج كمية كبيرة من الجذور اللي بتملى السندانة، وده بيضمن لي نبات سليم وصحي. طيب اعملها ازاي؟ في طريقتين ليها. الطريقة الاولى وهي في حالة عدم وجود سندانة خارجية، يعني السندانة اللي فيها التربة موجودة على الارض على طول وفيها فتحات التصريف، فمجرد ما بسقي المية بتخرج بره، وده طبعا في حالة ان النبات بتاعي موجود في منطقة فيها تصريف نفسها، يعني مش داخل الغرف او داخل صالات المعيشة. لكن ممكن طبعا اللي بيحط النباتات بتاعته في البلكون او الشرفة او حتى المحميات الزجاجية ما بيبقاش عنده مشكلة ان المية الزيادة تخرج تقع على الارض، لان عنده اوريدي اماكن لتصريف المية الزيادة في المكان اللي هو حاطط فيه النباتات بتاعته. الحالة دي اثناء تسميد النبات بيخرج مع المية اللي بتخرج من فتحات التصريف كمية السماد اللي انت حطيتها، فالنبات ما بيقدرش يستفيد بالسماد كله لان معظمه بيخرج مع المية الزيادة من فتحات التصريف، فبيبقى فيه هدر كتير للسماد بتاعنا. الطريقة التانية ودي اللي انا بستخدمها هي سقي النبات وهو داخل السندانة الخارجية، يعني سندانة خارجية جواها السندانة الداخلية اللي فيها النبات والتربة والسندانة الداخلية فيها فتحات التصريف، بس بحيث ان انا اغطي سطح التربة كله واستنى لحد لما المية تبتدي تخرج من فتحات التصريف. بتروح فين المية الزيادة؟ بتبقى موجودة في السندانة الخارجية. طب ما المية اللي هتخرج هتتراكم في السندانة الخارجية وهيحصل تعفن للجذور، وهنا هتيجي اللحظة اللي هنتكلم فيها على كمية المية المناسبة لكل سندانة. زي ما اتفقنا انا بسقي بغطي سطح التربة، المية بتخرج من فتحات التصريف اسفل السندانة، بتتجمع في السندانة الخارجية. اوقف امتى؟ لحد لما ارتفاع المية في السندانة الخارجية بيبقى من 3-7 سنتي، وده طبعا على حسب حجم السندانة، كل ما حجم السندانة كبر كل ما ارتفاع المية اللي انا عاوزه داخل السندانة يزيد. طيب برضو المية الزيادة اللي انت سبتها ديت 3 سنتي او 7 سنتي هيروحوا فين وهنتخلص منهم ازاي؟ ببساطة يا جماعة النبات كائن حي، هو مش آلة ولا سفنجة، يعني مش بمجرد ما هنسقي المية هيمتصها كلها مرة واحدة، الجذور بتحتاج شوية وقت عشان تمتص المية دي. عشان كده المية اللي نزلت في قاع السندانة الخارجية النبات هيرجع يمتصها مرة اخرى في خلال 30-40 دقيقة بالكتير قوي، وبكده هيكون خد كفايته. لان في الحالة التانية وهي ان انا بعد ما اسقي مباشرة اتخلص من كل المية اللي في السندانة بتاعتي، النبات ما خدش كفايته من المية، وفي الحالة دي ده ما يبقاش اسمه سقي عميق. السقي العميق هو تشبع التربة بالكامل بالمية. الميزة كمان ان في حالة التسميد بالطريقة ديت السماد بيفضل في 3-7 سنتي مية الموجودين في السندانة الخارجية، فبيستفيد بيهم، بيرجع يمتصهم النبات تاني وما بقاش عندنا اي هدر في السماد بتاعنا. الطريقة الخامسة وهي السقي التلقائي،
ودي بنستعمل فيها أدوات مساعدة عشان نسقي بيها النباتات زي السندانات ذاتية الري أو زجاجات المياه المقلوبة أو استخدام الأجهزة اللي بتعتمد على التنقيط. وموضوع السقي التلقائي ده أكيد هيبقى ليه حلقة منفصلة نشرح فيها الأجهزة دي بالتفصيل. في النهاية بفكركم بأول جملة قلناها في أول حلقة من سلسلة سقي النباتات، وهي إن أكتر أسباب موت النباتات الداخلية هي زيادة السقي، أو بمعنى أصح وأكثر شمولا هو الممارسات الخاطئة لعملية سقي النباتات. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأضافت لمعلوماتكم. شكرا جزيلا، أشوفكم على خير، مع السلامة.